السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. نقطة مهمة جدا في مشوار المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم، غينيا بيساو النهاردة كان ماتش سهل جدا، فرقة متواضعة المستوى أمام منتخبنا الوطني والفروقات واضحة، روحنا 180 ألف مرة وهم الناس راحوا مرة واحدة بخطأ بخطأ خطأ لدفاعات منتخبنا الوطني. هو ده عنوان الماتش، مفيش أي قصة تانية. عايز أوجه نصيحة للكابتن حسام حسن، وأنا واحد من الناس اللي بأيده وبحبه. يا كابتن حسام إحنا في ظهرك بنساندك، بس لازم تطول نفسك شوية، لازم تبقى عندك نفس إن أنت تتقبل النقد من الناس. إحنا بنتكلم، الناس بتتكلم كورة، مش بتكلم عليا، مش بديك عنوان إن أنا هنطلع نبقى معاك ولا ضدك ولا ننتقدك ولا خالص. الإعلام سندك بشكل كبير، والإعلام والناس الغلابة والناس اللي بتحب الكورة كلنا في مركب واحد، إحنا كلنا غلابة يا كابتن حسام. يعني مفيش ما يدعو إن حضرتك تبقى من جواك شايف إن في أزمة ولا حد واقف ولا حد بيطال. الناس عايزة تستمتع بكرة كويسة. الشوط الأول ما كناش كويسين، الشوط الثاني نكسب كثير جدا جدا لو في توفيق مع محمد صلاح، الأمور تروح في حتة مع الجهاز الفني. مين مش مهم، أنا تواصلت مع الجهاز الفني وجبت لحضراتكم القصة اللي حصلت دي من جهاز الفني لمنتخبنا الوطني. القصة اللي حصلت اللي أنا هقولها لحضراتكم هي اللي حصلت، يعني ما فيهاش اجتهاد مني وما فيهاش تصليح وما فيهاش لا مش دي اصل دي، هو ده اللي حصل. حسام حسن وهو واقف على الخط سخن الناس ونادى اتنين لعيبه، جه ناصر ماهر وجه مصطفى فتحي. نزل ناصر ماهر، وفي تبديله مصطفى فتحي، ايوه كان هينزل مصطفى فتحي مكان محمد صلاح، لان محمد صلاح اما وقع خاف ان ركبته يبقى فيها حاجه. نزل ناصر ماهر والكابتن حسام سأل صلاح، مش سأل صلاح هنا نقطة فاصلة شوية، لأن هنا الناس في لعب بالكلام، ما قالش أبو صلاح تغير مصطفى، لا يا كابتن مش هغير، طب متشكرين يا حبيبي، لا خلاص خليك طالما إن أنت الدنيا تمام كده تمام، طب صلاح اطلع، طيب لا مش طالع. الحديث ده ما حصلش، والحديث ده مش كده. كابتن حسام حسن بص لمحمد صلاح قال له هات الصورة، هات الصورة تاني عشان نحكي للناس. قال له ركبتك تمام؟ انت ركبتك كويسه؟ قال له يا كابتن ركبتي تمام. رد كده قال له اهو ركبتك تمام، بيعمل ايه ركبتك تمام؟ قال له اه يا كابتن ركبتي تمام. قال له قادر؟ قادر، خلاص كمل. هو صلاح ما بياخدش قرار انه هيكمل ولا مش هيكمل، هو الراجل بيساله انت كويس؟ قال له اه كويس، بس خلاص خلاص. قال لمصطفى خلاص يا مصطفى كمل يا صلاح، خلاص مفيش اي مشكله. مش اول مره بعض الناس يقول لك طب ما كنتش قومت مصطفى، مش أول مرة لعيب يقوم على الخط وتحصل أمور، أو مدير فني يكون عنده فكر طب أنا هغير، لا استنى شوية، طب أصبر، طب أصل الحكاية الرواية، مش ده الموضوع. وكان ممكن مصطفى ما قامش، ده برضو قرار الكابتن حسام حسن ما فيهوش أي مشكلة، ولكن الحقيقة إن ما فيش غير صلاح، والحقيقة إن ما فيش لا مش طالع من الملعب، ما حصلش. وما حصلش مش لا المجاملة ولا 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 بنناقش حاجه جدليه ولا اصل حصل ولا هنعدل، انا بشرح لحضراتكم اللي حصل. واللي عنده اي كلام غير كده من داخل المعسكر او واقف على الخط او صلاح او كابتن حسام حسن او اي حد، انا بتحدى ان يكون الحديث اللي حصل اي حديث غير كده. اللي قلته لحضراتكم هو اللي حصل بالحرف. صلاح هتغير؟ لا انت سليم؟ اه كابتن سليم ركبتك كويسه؟ اه تمام كمل. كمل قرار حسام حسن، والتغيير قرار حسام حسن. صلاح رد فقط ان ركبتي كويسه، انا تمام بس خلاص. اقعد يا مصطفى، وكل التقدير وكل الاحترام لمصطفى فتحي. ادي كل القصه وادي كل الشغلانه وادي كل الموضوع. عايز النهارده برضو اعلق على نقطه مهمه. بعض الناس اتكلموا على مصطفى محمد، وان عايز لقطات مصطفى محمد كده يا جماعه والنبي، ان مصطفى محمد ايه بيخش جامد، عنيف، بياخد مخاطرات، بياخد ريسك. انا عاشق للعيب الراجل، انا عاشق للعيب الراجل اللي هو فهمت وتعلمت يعني ايه كواليتي لاعب مختلف. كل التقدير وكل الاحترام، كل لعيبه منتخبنا لعيبه كبار، لعيبه كبار،
ولعيبه عندهم التزام وروح وكل، بغض النظر الاداء جيد الاداء متوسط مش ده موضوعي، ولكن مش انا برضو اللي بقيم، العالم كله بيقيم. ليه محمد صلاح في حته تانية؟ عشان محمد صلاح كواليتي مختلفه، ممكن اليوم مش يومه بس يعمل لك واحده، ممكن الفريق كله مش في حالته وصلاح مثلا ضيع واحده اتنين يظبط نفسه يهدي نفسه يخش. يعني الهدف ده مدرسه، عارفين واحد كده بيكتب مذكراته، هو ده. هي ماركه صلاح والقطعه والارتو بتاعته والدخله والقطعه، بس الحطه دي بالهدوء في الحته دي وهو قبليها حاطط مثلا واحده في السماء، فتعالي بقى دي انا ضيعت واحده، لا الثانيه ايه، او مخدها بهدوء ومركز وداخل وتركب منتهى الهدوء، حتى احتفاله هادي، يعني حتى احتفاله هادي. لا صلاح قماشه ثانيه، وصلاح لاعب من حته ثانيه، وصلاح لاعب في اي ثانيه او في اي دقيقه يقدر يصنع الفارق ويقدر يعمل قصه مختلفه تماما. صلاح النهارده بيغير مباراه، صلاح النهارده موفق ولا مش موفق؟ لا مش موفق. صلاح لو موفق النهارده ليه 3 اهداف جون، ولكن النهارده يستاهل التحيه، بيأدي بشكل رجولي مع منتخبنا الوطني، الامور ماشيه بشكل جيد. عندنا احلام اكبر من كده، كنا طمعانين في الثلاث نقط، الطبيعي في الشوط الثاني ان احنا نكسب، الطبيعي ان كنا نطمع اخر 10 دقائق ونهاجم، لعيبتنا في اخر 7 دقائق صدروا مشهد ان احنا مرضيين كده يا جماعه، خلاص نقطه ليك ونقطه لينا متعشيه. لا كنا نقدر ان احنا ناخد ننزل نقلب بنزين وندوس بنزين ونعمل هدف واثنين وثلاثه، لان زي ما قلت لكم انا من وجهه نظري هو فريق في الشوط الثاني ظهر امام منتخبنا الوطني بمستوى ضعيف جدا. مصر في الصداره، غينيا بيساو في المركز الثاني، بوركينا فاسو في المركز الثالث، سيراليون في المركز الرابع، اثيوبيا في المركز الخامس، وجيبوتي في المركز السادس. الصدارة شيء مهم في مجاميع تانية الحقيقة مجموعات تانية الحقيقة مشهدها غريب. واحد يقول لك يا عم ما طبيعي الأسامي، لا ده في أسامي في مجاميع تانية في مجموعات تانية الأمور صعبة جدا. بنين، لسوتو، رواندا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، زيمبابوي. طبعا أي حد يقرأ يقول لك نيجيريا في الصدارة، نيجيريا لعبها أكبر عدد من المباريات، نيجيريا في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط. أهي بنين، لسوتو 5 نقط، رواندا 4، جنوب أفريقيا 4، نيجيريا 3، وزيمبابوي 2. طبعا أنا بقول لكم ده مثال على أن هي مش بالاسم، هي في الآخر مش بالاسم. فالمهم أن احنا في الصدارة، المهم أن احنا نبص للي جاي، نقفل الصفحة. هنتكلم عن الأمور النهاردة ونحلل ونتكلم على الفنيات والكرة تخضع لوجهات نظر كتير. حسام كان يدفع بده، كان يسحب ده، كان هيحط ده، كان يلعب بالشكل الهجومي، كان كل واحد عنده وجهة نظر تحترم وكلهم قامات كبيرة. خلصنا الأمور الفنية، يسمحها الكابتن حسام كده بهدوء شديد جدا، ونبتدي نبص للقادم. عندي إحساس كمان إن الدوري المصري هيطلع لعيبة الفترة اللي جاية جيدة، طول ما في وقت عند الكابتن حسام الأمور إن شاء الله بإذن الله هتبقى أفضل. أهم ما قال الكابتن حسام حسن بعد المباراة نشوف. الحمد لله أنا سعيد بلعبتي جدا، وما بسمعش وبقول عايز أرد رسالة أي حد بيتكلم وبيشكك وبتاع، يعني متهيألي هم خايفين إن إحنا خايفين المنتخب ينجح، لكن الناس الطيبة الشعب المصري اللي أنا يعني سعيد ان انا موجود مع منتخب مصر، سعيد عشانهم ومبسوط عشانهم، لان انا بمثل الناس اللي مخلصه اللي بتحب بلدها. لكن بقى الناس اللي بتشكك ونعمل وده ليه، طب ده احنا كسبنا ازاي، ده المكسب مش عارف ايه، ده احنا كنا ممكن مش ايه، طب في ايه، افرحوا الشعب المصري عايز يفرح. ليه عمالين نهبط الناس في كل قليله كده، عماله توقع الناس، واي حد في السوشيال ميديا واي حد. يا كابتن حسام ما هو انت اللي ضايقت الناس بصراحه، يعني ما تزعلش مني، انت حضرتك انت نفسك بتقول افرحوا، طب ما احنا فرحانين يا كابتن، اقف ورايا، طب ما احنا في ظهرك يا كابتن، طب ما الاعلام مدعمك يا كابتن، وبعدين ترجع يا كابتن تقول قله قليله، طب ما تروح لهمش يا كابتن،
ما هو انت يا كابتن برضو اللي الناس لما بتيجي انت اللي بتدي الناس دي وضع كبير، انت النهارده اللي بتحط الناس في الصوره. انا بوجه رساله بجد بقى المره دي، لان الموضوع ده الحقيقه ضايقني ومستفزني. صوتنا بيروح في دعم الناس، وبعدين يجي عين الناس او عين اي لعيب او عين اي مدرب ما تشوفش غير اللي بينتقده بس. طب ما محدش هيقف معاك، محدش هيساندك. يعني طول ما كل لاعب وكل مدرب يطلع يقول ايه في كله قليله مش عاجبها، في كله قليله، طب يا كابتن ما هي كله قليله ما تروح لهاش، يعني روح للاغلبيه الساحقه، ما تشوف الناس، ما تشوفنا. يعني انت حضرتك اللي انتوا اللي بتعملوا كده بايديكم كابتن حسام، وقبل كده وجهنا للشناوي وجهنا للناس، يا جماعه ما هم قله قليله، بتروحوا لهم ليه؟ بتطلعوا في كل احاديث مش شايفين غيرهم ليه؟ ما هو انتوا اللي بتدوا فرصه للناس ان هي تقرص عليكم وتزود عليكم. طول ما انا بطلع اقول ايه اصل ده قال امبارح وانتقد، مع انه انا صاحب نظريه ادي وجهه نظر للي بينتقدك واللي بيأيدك، وخلي صدرك كده واسع والامور هاديه، لان انت عندك تأييد وعندك دعم. ومفيش حاجه كابتن اسمها انا ما يعني انا ببص ناس، كلنا غلابه، كلنا على باب الله، كلنا بنحب الكوره، كلنا هي اللي بتفرحنا، كلنا المنتخب بالنسبه لنا اسعد حاجه. ف يعني ما هي يا كابتن كل قليله ما تروحولهاش في الحديث، لان انت بتحسس الناس اللي بتدعمك او الاعلام المعتدل او الاعلام المنضبط ان هو مش موجود. طب الناس هنقعد نادي عليكم ليه بقى؟ فارجو من الكابتن حسام، ارجو من اللعيبه، احنا بندعم حضراتكم واحنا في ظهركم، ومش احنا بس، احنا وعدد كبير جدا من الاعلام. واحيانا تلاقي حد ينتقد حضرتك ليه وجهه نظر على فكره تحترم، مش نهايه العالم، مش نهايه، غير لو واحد بقى حاططني في دماغه دب اديله ظهري. ما هو في العمل العام كده، انا بدي ظهري وانا كل الناس هتتفق عليا، بس حاسس الناس ان اللي هي في ظهري وبتأيدني انا تمام، انا الامور تمام. كابتن اسامه نبيه مدرب منتخبنا الوطني السابق، كابتن اسامه مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل مشاهديك الكرام، ومبروك الاربع نقاط ومبروك الجولتين لمصر الحمد لله. يعني يا رب دايما الخير. كابتن راي حضرتك النهارده في اللقاء وراي حضرتك في التشكيل. طبعا احنا الحقيقه دايما كنا بنتكلم بقالنا فتره كبيره جدا، اللي اشتغل في الشغلانه ديت بيعرف ان مباريات شهر 6 بيبقى مباريات صعبه جدا يا كابتن سيف. مباريات شهر 6 دي بيبقى الدوري في عز زي ما بيقولوا في اشده، يعني بطولات افريقيا بتبقى لسه خالصه، الارهاق والاجهاد اللي بيمر بيها اللعيبه زائد الفترات الاجازه اللي بيمر بيها اللعيبه المحترفين بتبقى فيها صعوبات. الحقيقه احنا نجحنا بنسبه كام؟ نجحنا بنسبه 70%، قدرنا ناخد 4 نقاط من 6 نقاط. المنافسين المباشرين ليك، وانا بعني يعني ايه المنافسين المباشرين ليك، اللي هو بوركينا وغينيا بيساو، دول المنافسين المباشرين ليك. انت تحصل 6 نقاط في التوقيت دوت، ده مهم جدا. عندك مباريات اصعب كمان في شهر 9، برضو بتبقى مرحله صعبه لينا في 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 التصفيات يعني. لكن اجمالا الكابتن حسام يعتبر النهارده بدا صح جدا، رجع كل حاجه لنصابها الطبيعي. عوده محمد حمدي بدا بيه بشكل كويس، محمد هاني موجود، هي الفكره في التغييرات واللغط اللي بيحصل دايما. وزي ما انت انا سامعك لسه دلوقتي، سامع كابتن ابراهيم قبل ما اخش، يا جماعه هتسمعوا كتير ومفيش حد هيخلى من النقد. لو جبت مين في الشغلانه دي، كوبر انتقد وفيتوريا انتقد وكيروش انتقد وحسام حسن هينتقد واللي هيجي بعد حسام حسن ينتقد، واي حد هيشتغل الشغلانه دي محدش هيرضيه حاجه خالص. انت مش هترضي كل الاذواق، ولا ترضي كل المواقع، ولا ترضي السوشيال ميديا، ولا كل الاعلام. في ناس بتحبك، ما كانت الناس بتحب فيتوري، وفي ناس كانت بتحب كروش، وفي ناس كانت بتحب هيكتور كوب، وفي ناس كتير ما كانت بتحب كوبر، وفي ناس ما كانت بتحب اسامه نبيه، ويعني مش هتخلص من الشغلانه دي، عمرك ما هترضي الناس. فلازم تعدي زي ما انت قلت، ادي ظهرك وامشي. احنا بنبقى دايما املنا وطموحاتنا يا كابتن سيف في ان احنا نتاهل بدري. صح. التاهل بدري بيدينا اريحيه وافضليه، حتى انا كنت لسه بتكلم بقول ان احنا واحنا بنتاهل بدري يا كابتن سيف انت بتعرف انت هتحجز فين وهتروح تلعب في انهي بلد، وهنطلع مع بعض يا كابتن سيف كلنا، وهنطلع مش عارف نقعد فين ونتبسط فين ونتفرج على ال3 ماتشات اللي في المجموعه الاولانيين، وبعدين هنروح ان شاء الله فين. كل الحاجات دي احنا دايما مستعجلين يا كابتن سيف، لكن هي مجموعه، ومجموعه يعني مش شرسه جدا، لكن مجموعه. ايه النصيحه الفنيه اللي انت تديها للكابتن حسام حسن النهارده كابتن؟
ادي ظهرك يا كابتن حسام، انت مش هترضي جميع الاذواق. لا انا بتكلم، انا بتكلم على عن النصيحه الفنيه في الملعب يا كابتن. وجهه نظري في النصيحه الفنيه المتواضعه يعني تغيير مصطفى محمد بمحمد شريف. ده وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها زي ما بيقولوا، لكن هو محمد شريف هو الاكثر جاهزيه، محمد شريف هو الاكثر عرضه للضغوط بناء على لعبه كتير في النادي الاهلي. معلش تاني كده كابتن، تغيير مصطفى محمد بمحمد شريف. مصطفى محمد محمد شريف هو الاكثر زي ما قلت لك، الاكثر جاهزيه، الاكثر استيعابا للمواقف اللي زي كده، الاكثر جاهزيه للمواقف اللي زي كده بناء على مشاركته الكبيره جدا مع النادي الاهلي وبناء على مشاركته في منتخب مصر. لكن اوف، برغم ان هو لعيب كويس وبرغم ان هو امكانياته مشروع لعيب كويس، لكن الظروف اللي زي كده بتستدعي لعيبه عندها خبرات كتيره جدا وخبرات كبيره جدا تقدر تتعامل مع مثل هذه المواقف. فده وجهه نظري بس، لكن بقيت اجمالا بقى في الشغل في الشكل العام، لا الامور كانت ماشيه بشكل طبيعي جدا. التغييرات حتى الناس اللي اتكلمت على زيزو ووجود زيزو، هو الراجل اصلا يعني خسران 1-0 عايز يعمل فعاليه هجوميه من خطين مش من خط واحد، من عند زيزو كمان من قدامه صلاح يبقى في فعاليه اكتر. دي كلها وجهات نظر، ووجهه النظر من وجهه نظر الكابتن حسام نجحت ان احنا قدرنا نعود مره ثانيه، وكان ممكن كمان نخلص المباراه عن طريق فرصه صلاح الاخيره، لكن قدر الله ما شاء فعل احنا نجحنا بنسبه 70%. دي نسبه نجاح كبيره جدا جدا جدا. غينيا بيساو دي بالمناسبه جايه لك ثاني. عليك برضو انت يا كابتن سيف ان انت تتغلب على غينيا بيساو في ملعبك وتتغلب وما تخسرش من بوركينا في المباريات اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المباريات الصعبه، مباراه شهر 9، الدوري هيخلص في اخر شهر 8، هنا في مشاكل، الحتت دي بيحصل مشاكل. فاحنا لما ننجح في شهر 6 ان احنا نتغلب على المشاكل ده، فبالنسبه لنا نجاح للي اشتغل وعارف يعني ايه اجنده دوليه شهر 6 واجنده دوليه في سبتمبر دي فيها بعض المشاكل. فنتمنى ان احنا نعدي الحته دي. مباريات بقى شهر 3 ومارس والحاجات دي وكل دي امورها بتبقى سهله بالنسبه لنا، احنا بنبقى في التوب فورم بتاعنا سواء اللعيبه المحترفين في اوروبا او الدوري المحلي اللي شغال عندنا. كابتن أسامة بشكر حضرتك وببقى سعيد بانضمام حضرتك لينا، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع منتخب الناشئين. شكرا كابتن سيف، شكرا وشكرا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أسامة النبية، مدرب منتخب الناشئين او منتخب الشباب وايضا مدرب منتخبنا الوطني السابق. مروان عطية نجم منتخبنا الاول مع زميلنا عمرو مختار، نشوف عليه. الكابتن مروان عطية لاعب منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. كابتن مروان نقول الهارد لك ولا نقول مبروك نقطة؟ الحمد لله اللي احنا طلعنا بنقطة من ملعب المباراة. اكيد طبعا الحمد لله على كل شيء، واكيد طبعا الملعب كان صعب جدا والاجواء كانت صعبة والرطوبة كانت عالية جدا، والحمد لله يعني الشوط الاولاني ما كانش نفس مستوانا الشوط الثاني، الحمد لله يعني قدرنا الشوط الثاني ننزل ونستحوذ ونمسك الكوره رغم سوء الملعب ورغم سوء الجو، وفرقه يعني يبان ان هي فرقه مش كويسه، لا بس على ارضيه الملعب رخمه وقويين جدا وفي التحاماتهم قويين جدا، فالحمد لله قدرنا يعني ان احنا نجيب جون، وكان في ايدينا نجيب الثاني والثالث، بس الحمد لله ربنا ما اردش، والحمد لله على نقطه التعادل، وان شاء الله نعوض في مصر باذن الله. اختلف بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ لا ما فيش حاجه اختلفت والله، هي بس عبال ما خدنا على ارضيه الملعب وتعودنا على الجو شويه وفهمنا هم بيلعبوا ازاي وبيقفوا ازاي ونقط ضعفهم ازاي وقوتهم ازاي، فقدرنا الشوط الاولاني كله نقدر نفهم النقط دي، وحتى هم الكره اللي راحوا بيها هي الوحيده كره يعني يعتبر عشوائيه مش كره ملعوبه، بس الحمد لله يعني قدرنا الشوط الثاني ننزل ونكلم بعض كويس ما بين الشوطين ونحفز بعض وكلمنا بعض وقلنا ان ده ماتش يعني ما ينفعش نرجع خسرانين، اقل حاجه لو ما كسبناش ما نخسرش عشان نبقى اول مجموعه وتاخد نقطه برضو تعلي نقاطك، بس الحمد لله يعني اللي جاي احسن وان شاء الله طول ما الجمهور في ظهرنا ان شاء الله. اخيرا الرساله يوجهها مروان عطيه للجمهور المصري، وهل هناك امل كبير لوصولنا لكاس العالم ان شاء الله؟
اكيد طبعا، اكيد كلنا بنحلم ان احنا كلنا نوصل كاس عالم، وكلنا بنتمنى ان احنا نوصل كاس عالم. حوالي في 3 4 لعيبه بس في المنتخب دلوقتي لعبوا كاس عالم، فاكيد كلنا عايزين نعمل نفس الطموح ونحقق الطموح ده. فان شاء الله الجماهير تبقى في ظهرنا، وبنشكرهم على الماتش اللي كان في مصر، كانت حاجه تفرح. وان شاء الله كل ماتش في استاد القاهره تملوا الاستاد وتشجعونا، واحنا ان شاء الله نقدر نساعدكم باذن الله. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز عمرو مختار على اللقاءات الرائعه دي، بالتوفيق للكابتن حسام وكابتن ابراهيم. عندي طموح وعندي احلام ان حسام وابراهيم ان شاء الله تدريجيا هنروح لنقطه جيده جدا، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق، واحنا في ظهرهم مساندين ليهم داعمين لمنتخبنا الوطني حتى الوصول لكاس العالم، ده الحلم. ثم نبتدي بعد كده نبص على الخطوه اللي بعديها. اخبار النادي الاهلي، كولر طلب من لجنه التخطيط الاستعانه بخمس لاعبين جدد، وطلب ان هو عايز محترفين. كانوتي هو الفرده الاجنبيه اللي استقر عليها، او اللاعب الاجنبي اللي استقر عليه كولر حتى الان فقط لا غير حتى الان. في 4 نجوم داخل النادي الاهلي كولر حاططهم في ريبورت ان هم مش هيكونوا موجودين معاه السنه اللي جايه. 4 نجوم في النادي الاهلي كولر بيتكلم ان هو مش هيكونوا موجودين السنه اللي جايه. اسامي ممكن الناس تستغرب لها، يعني اسامي ممكن الناس تستغرب لها. واحد يقول لي طب ما تقول لنا يا عم الاسامي كده وناقشنا. اقول لك حاجه، انا الاسامي مكتوبه عندي في الكارت ده، يعني الكارت ده انا مكتوبه عندي اسم واثنين وثلاثه من أربع أسامي. ولكن الشغلة اللي أنا فيها حضراتكم دي علمتني شيء، علمتني إن أنا بقول لحضراتكم الخبر دلوقتي، لو قلت اسم ممكن يأثر على مستوى لاعب، لو قلت اسم ممكن أحط لاعب تحت ضغط، لو قلت اسم ممكن الأمور تتغير. يقول لي يعني إيه تتغير؟ أقول له يعني كولر يقول دلوقتي أنا مش عايزه، يحصل إصابة للاعب تاني في الفريق فيضطر كولر إن هو يديه يبص عليه فيكسر الدنيا. يعني مثلا في وقت في يوم من الايام كولر قال لك اول اسم انا مش عايزه احمد عبد القادر، اما جت الفرصه واحتاج احمد عبد القادر لقاه، دلوقتي بيقول لك اول واحد عايز يتجدد معاه احمد عبد القادر. وضحت القصه؟ فاللعيب اللي حاسس ان هو مش على رادار كولر، دوس على نفسك موت نفسك، عشان لو جات لك الفرصه تاخدها وما بقاش حد ظلمك. امور واضحه اهو، ونصايح واضحه لكل اللاعبين. مودست لجنة التخطيط أو إدارة نادي الأهلي فتحت معاه الموضوع، هيكمل لنهاية الموسم، هيكمل الشهرين بشرط إن هو مش موجود الموسم اللي جاي، يعني مودست هيرحل الموسم القادم خلاص، ولكن هيكمل لنهاية الموسم، لأن وسام الأمور مش عارفة هيغيب قد إيه وهيرجع إمتى. الأهلي راجع في ضغط مباريات في الدوري كبير جدا، وبطولة الدوري هي بطولة كبيرة لفريق النادي الأهلي. بطولة الدوري هي بطولة كبيرة لفريق النادي الأهلي. آخر حاجة أنا قريتها كده من النادي الأهلي، إن النادي الأهلي بيجهز نفسه لصفقات من العيار الثقيل، صفقات سوبر الموسم القادم، لأن الأسامي اللي أنا سامع إنها ممكن ترحل أسامي كمان كبيرة، فالأهلي مش هيطلع حاجة كده غير وهو عنده تحت إيديه مجموعة من اللاعبين أو الصفقات اللي تقدر تسد المجال ده. خالد بيبو في كل مشوار في كل قصة ابتديت أؤمن وأبصم بالعشرة إن في ناس قاعدة لخالد بيبو إن هي مسألة قصة شخصية وحرب. يرحل خالد بيبو، خالد بيبو على خلاف، الراجل اللي يطلب برحيل خالد بيبو، الراجل عايز يمشي خالد، لجنة التخطيط، أصل خالد بيبو، طب إحنا كسبنا البطولة الأفريقية، ألف مبروك يا كابتن خالد، طب متشكرين سلام عليكم، ارجع كمل تاني. مش كده يا جماعة؟ يعني مش كده خلاص؟ أنا نفسي تعبت من كتر ما خالد قاعد، كابتن الخطيب عنده ثقة في خالد، خالد قاعد، خلاص بقى، خلاص، يعني الموضوع ده بصراحة أنا مش قاعد أقوله، بس الجديد اللي أنا هقوله لحضراتكم خالد قاعد، خلاص؟ النقطة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم إن كولر فتح حديث مع خالد بيبو بتغليظ العقوبات بشكل كبير جدا للتصريحات، والتعامل على السوشيال ميديا، و زي كده ان خالد بيبو يبقى مسؤول عن اعطاء لاعبي الاهلي زي كورسات او احاديث على انفراد في اللقاءات الشخصيه، تعمل ايه على السوشيال ميديا، تعمل ايه،
تكتب ايه؟ لان هو حاسس ان بعض التصريحات او بعض القصص دربكت شويه الامور في الفريق، وهي كانت ماسكه، يعني الامور كانت ماسكه، كولر دي قصته، فعايز يوقع عقوبات شديده جدا على القادم من الحاجات دي، على القادم. وخالد بيبو ابتدى يقعد مع لعيبه كتيره جدا يهندل معاهم الامور ده، لان الامور دي تعتبر زي دورات تدريبيه كده. خلصنا اخبار النادي الاهلي للحديث عن الزمالك والكره الافريقيه مع اندريا بيكي المدرب العام لنادي الزمالك في اول ظهور ليه بعد الفاصل. اللي بنطلقه النهارده ده حاجه بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا، وللشركه ولمستقبل الشركه. احنا مش جايين نتكلم على عنصر عقاري او بنتكلم على مشروع جديد سكني او كده، احنا بنتكلم على واحد من اهم عناصر المجتمعات العمرانيه المستدامه اللي هي جزء من هدفنا ورؤيتنا في الشركه دايما، الا هو التعليم والرياضه. فعاملين بس الجديد فينا احنا عاملين مزج ما بين الاثنين، زي ما انت قلت دايما في الحيره بتاع اللي عايز يطلع لعيب محترف ايا كانت الرياضه، وما بين الجزء التعليمي بقى ازاي حاجه ما تجيش على حساب الثانيه، وللاسف دايما عشان تتفوق في دي لازم تيجي على حساب دي او العكس. فهي دي الفكره جت من هنا، بقى لنا سنتين بنذاكر فيها مع المتخصصين سواء في المجال الرياضه او المجال التعليمي، وهقول لكم دلوقتي مين شركائنا في هذا الامر اللي الحمد لله انا اعتقد ان هي دي الاسامي ديت والشراكه دي هي اللي هتنجح الفكره الجديده المبتكره اللي بتدمج ما بين التعليم والرياضه، ان ازاي الشاب او الطفل من بدايه تعليم وخلص يمزج ما بين الرياضة المحترفة واحترافية الرياضة مع التعليم الجاد وسلوك الطريق اللي هو عايزه في التعليم بجدية، ويروح بيته كل يوم بعد المدرسة مخلص رياضته ومخلص تعليمه بالكامل بطريقه محترفه جدا، ويقدر ان شاء الله في يوم من الايام نطلع نتاج من المشروع دوت باذن الله ناس فكريا ورياضيا على قدر عالي جدا 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 من الاحترافيه، وان شاء الله تبقى بدايه نبته الجيل الجديد باذن الله يبقى بيساعد في نهضه البلد دي. هو فعلا بص الفكره كانت بتتقال بقالها كتير، بس النهارده احنا حاولنا نطبقها على افضل نموذج ممكن يتم. يعني النهارده احنا جايبين لكل ما دي واحده من اعرق مدارس سويسرا من سنه 1900، فهي تعتبر اعلى مستوى تعليمي في اوروبا، وبندمجها مع اكبر فاسيلتيز مدينه مصر عاملاها عن طريق الكلاب الجديد. فبالتالي احنا مش بنبص بس ان احنا نقدم نموذج، نقدم افضل ستاندرد نموذج يمكن في المنطقه العربيه كلها. يعني عمرك ما حد جاب مدرسه بحجم مدرسه لما وبيدمجها بهذا التطور ان ترمز اوف التطبيق الرياضي على الارض. فالنهارده احنا قدامنا نموذج لو قدر ان هو باذن الله ينجح هيقدم كوادر رياضيه متعلمه على اعلى مستوى تعليمي، واخد اكسبوجر لاعلى يمكن فاسيلتيز موجوده في الرياضه، وبالتالي ايه يشجع طبقات كتيره جدا مجتمع ان هي تخش وتطلع كاليبرز تقدر تنتشر في اوروبا كلها. يعني احنا لو بنبص على الاحتراف ونبص على المرحله ان احنا اللعيبه بتوعنا مش بس في الكوره، في مختلف الرياضات يقدروا يلتحقوا باكبر الفرص في اوروبا سواء كانت نوادي او جامعات وخلافه، هيبقى عن طريق المدرسه دي. ومن هنا هو دي كانت فكره النموذج، وده يمكن اللي شجع مدرسه من سويسرا ان هي تيجي مصر، لان هم بيبحثوا على نماذج ثانيه زي محمد صلاح وخلافه، اللي هم قدروا ان هم لو وفرت لهم تعليم جيد النهارده انتقلوا لمرحله ثانيه يبقوا ابطال في نفتخر بيهم كلنا. نبذه سريعه عن بلو ريبان، احنا شركه متخصصه في اداره الانديه الرياضيه. هدفنا من يعني ان ناتشل كده او سريعا ان احنا نعمل تاثير ايجابي في عالم الرياضه في مصر، ونقفل الجاب اللي موجوده ما بيننا وما بين العالم الخارجي. وشايفين ان دي حاجه ان شاء الله يا رب قادرين ان احنا نعملها ونشتغل عليها الفتره الجايه. فخورين جدا بالبارتنرشيب اللي احنا بنعملها النهارده مع مؤسسات كبيره زي مدينه مصر في عالم الديفلوبمنت، وزي شركه سيره في عالم الاديوكيشن. احنا لسه شركه صغيره يمكن تاسسنا من 5 6 سنين، بس عندنا ان شاء الله يا رب التفاؤل ان احنا نبقى قد المسؤوليه دي ونقدم حاجه جديده للماركت المصري ان شاء الله.
بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أول ظهور لأندريا بيكيه مدرب عام نادي الزمالك، مشرفني ومنورني. ميتو وأنا أيضا أنا سعيد للغاية بأني موجود معك، ويسعدني أيضا أن أكون موجود معك الليلة، شرف لي. في البداية عايز أعرف كيفية انضمامك للجهاز الفني لنادي الزمالك. من الصعب الشرح، الموضوع معقد، ولكن أنا أتيت إلى هنا مع سيد خوسيه جوميز وهو رئيس الجهاز الذي أعمل به منذ 4 أعوام سابقة، وهو ليس فقط رئيسي في العمل، هو أيضا الموجه الرئيسي لي، وهو الذي يعطيني الفرصة لكي أبدأ التدريب في الدوري الممتاز البرتغالي. إذن هو من أعطاني الفرصة، نحن نتواصل دائما، و أنا مع بداية عملي في هذا السياق التدريبي أنا ممتن له كثيرا، وأنا سعيد للغاية أن أتشارك هذه اللحظات معه كمدرب عام في طاقمه التدريبي. نادي الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا، وجماهيرية كبيرة جدا بالملايين. عارف تاريخ الزمالك قبل ما تيجي؟ ليس بالضرورة، ولكن منذ صغري وأنا أسمع عن الزمالك. المفاجأة هي كانت العامين الماضيين أنني لم أسمع أي شيء عن الزمالك حتى أتيت إلى هنا. الزمالك دائما سيبقى واحد من أفضل الفرق الإفريقية، لأن الحقيقة أن الزمالك كان يلعب أمام الفرق الكبرى في الكاميرون مثل تونير كياوندي والفرق الأخرى الكاميرونية الكبيرة. وكما قلت منذ دقيقة أن مفاجأتي هي أنني لم ألحظ أي شيء عن الزمالك منذ 10 أو 11 عاما. كنت متفاجئا عندما قال لي الكوتش جوميز أننا سنذهب إلى الزمالك، فقلت له الزمالك فريق رائع، أنا لا أعرف ماذا حدث للزمالك في العامين الماضيين، ولكن الزمالك هو مؤسسة ونادي كبير. لم أكن متوترا، ولكن متحمس وشغوف أن أعرف ما الذي سأواجهه عندما أذهب إلى الزمالك. لم أريد أن أقول أنني متوتر متحمس لما سواجهه في أو أقابله في عملي هنا في القاهرة مع الزمالك، ولكن في نهاية الأمر أنا سعيد جدا بوجودي في الزمالك، سعيد للغاية، سعيد جدا بالتعرف على النادي وأن أساعد الفريق في أن يحقق شيء ما. هذا هو ما أريد أن أقوله. أكيد كنت كان في دماغك تصور لشعبية الزمالك في مصر، لجماهيرية الزمالك، شفت مساندة جمهور الزمالك في المدرجات إزاي، شفت الناس داعمة للزمالك بشكل إزاي. كنت أعرف القدر القليل عن الزمالك كونه فريق كبير، ولم أكن أعرف أن مشجعي الزمالك بهذا القدر من الجنون في تشجيع الزمالك. وسأتحدث هنا عن المباراة النهائية، وقلت ذلك منذ دقيقتين. عندما نخرج من الممر ومن ممر غرف الملابس إلى الملعب، قلت يا إلهي لا يمكن أبدا أن نخسر اليوم، إذا خسرنا اليوم لا أعرف ماذا سيحدث، لا يمكن أبدا أن نخسر أمام هذه الجماهير الرائعة، لا يمكن أبدا أن نخطئ الهدف، أبدا لا يمكن أن نخسر. ومن هذه اللحظة أصبحت أكثر ثقة في تلك المباراة، ولذلك أصبحت سعيدا جدا أن كل أمر
أتى إلينا سجلنا مبكرا وحصلنا على الكأس. أصبحت زملكاوي دلوقتي؟ Always. دائما until the end. حتى النهاية. دايما أي مدرب أجنبي بيبص بيبقى ليه دايما تعليق على اللاعب المصري. إيه وجهة نظرك في لعيبة نادي الزمالك أو اللاعب المصري بشكل عام وبالأخص لعيبة نادي الزمالك اللي أنت بتدربه؟ They're amazing. The only thing I can say is they're amazing. رائعين. الشيء الذي أستطيع أن أقوله هو أنهم رائعين. We always have a, our opinion before going somewhere. لديهم دائما رؤية. Now we are here. وقبل أن نبدأ التدريبات وكل له رؤية ما, ولكن مع بداية التدريب الكل يسعى للتحسن, يقاتلون من أجل النادي حتى في اللحظات السيئة. كنت أعرف أن العامين الأخيرين لم يكونا من أعظم الأوقات, ولكن الزمالك موجود. أنا كمدرب عام فخور جدا بلاعبي الزمالك, لأن حتى لو كانت هناك بعض المشكلات التي ظهرت في الأشهر الأولى لتولينا المسؤولية, كانوا يؤدوا بشكل طيب وبمسؤولية. هل من وجهة نظرك أن الزمالك في احتياج لدعم عدد كبير من اللاعبين؟ It's not like Zamalek. The decision have to come from the coach. الحقيقة الأمر يتعلق بالمدير الفني وليس النادي. هو قرار المدير الفني. ربما يكون لمجلس الإدارة الرؤية, ولكن المدير الفني هو المسؤول عن هذا الفريق وهذه التشكيلة, وعلى الإدارة أن تعرف ما الذي يحتاجه المدير الفني تحديدا. لا يمكن كمجلس إدارة, لا يمكن أن أقول أن لدينا أريد أن نتعاقد مع 30 لاعب, أما المدير الفني فيقول أنا أحتاج لهذا العدد من اللاعبين لأنه رؤيته ورؤية المدير الفني. الأمر صعب ليس سهل. المدير الفني في احتياج؟ المدير الفني دائما في احتياج للاعبين جدد وجيدين. عندما أقول لاعب جيد معنى ذلك أن اللاعب لديه أن اللاعب يتوافق مع الطريقة التي يلعب بها المدير الفني, وهذا هو المعيار الذي يستطيع المدير الفني أن يختار منه اللاعبين. إذا كان الفريق كبير العدد أو صغير العدد, هي في نهاية الأمر يتعلق برؤية المدير الفني. ربما تتعاقد الإدارة مع عدد كبير 30-34 لاعب, وبعد ذلك تصبح مشكلة للنادي, لأن ما يحدث أن يصبح لديك ثلاثة فرق أكثر من 35 لاعب. ماذا ستفعل بثلاثة فرق في فريق واحد؟ إذا كان يوم الأحد لدينا 30 لاعب و22 لاعب في الخارج, إذا هي مشكلة. أي لاعب في العالم ومدير فني يريد أن يدرب ويعود إلى منزله؟ لا, كل لاعب يريد أن يأتي ويحصل على فرصة. هذا يعتمد على رؤية المدير الفني. بالنسبة لي الأفضل هو أن قبل أن تتعاقد مع المدير الفني, قبل أن تتعاقد مع اللاعبين, عليك أن تتحدث مع المدير الفني, وهذا ما ينبغي أن يحدث. ولكن الأمر دائما صعب ويعتمد على رؤية المدير الفني. هناك مديرين فنيين يحبون عدد قليل من اللاعبين, وهناك مديرين فنيين يحبون عدد كبير من اللاعبين. الأمر يتعلق بالمدير الفني, أما مجلس الإدارة فشيء مختلف تماما. رأيك في الانتقالات الأخيرة, عبد الله السعيد محمد شحاتة, ناصر ماهر, الصفقات الأخيرة لنادي الزمالك, رأيك فيها إيه؟ We're proud to get them in the squad. نحن فخورين بوجودهم معنا في الزمالك. They increase our level. زادوا من مستوانا. His age is only the number. عبد الله السعيد ينطبق عليه مقولة أن العمر مجرد رقم. هو لاعب محترف تماما. الحقيقة ناصر ماهر ليس أنا الذي سأتحدث عنه. كل من هو في مصر يعرف من هو ناصر ماهر. هو لاعب رائع جدا. عندما انضم كان يحتاج لبعض اللياقة البدنية. أما شحاتة
في إطار التحسن، أدى بشكل طيب في المباريات الأخيرة، ونحن سعداء وفخورين بهؤلاء اللاعبين لأنهم بالفعل يزيدوا من الطريقة التي نلعب بها ويؤدون ما يفعلون ما يطلبه المدير الفني. عبد الله السعيد هو مثال كبير في فريقنا، المدير الفني دائما يضرب به المثل في الفريق في أي موضوع، في هو الذي يأتي مبكرا، هو الذي يكون موجود في أثناء توزيع اللاعبين، لا يغضب أبدا في التدريب، كلنا نحبه. لا أعتقد أن أنه يوجد أحد في هذا الفريق يستطيع أن يقول شيء سيء عن عبد الله السعيد أو ناصر ماهر أو اللاعبين الآخرين. الشيء الذي أريد أن أقوله هو أننا بالفعل سعداء بهذا الفريق الذي لدينا الآن. من وجهة نظرك إيه أسباب النتائج الغير جيدة في الدوري؟ لأن الدوري ليس سهل. أنا هنا منذ 4 أشهر ولدينا مدير لدينا فريق كبير، لدينا فريق كبير العدد وكثير من الإصابات، وحضرتك تقول أن النتائج ليست المتوقعة، ولكن علينا أن ننظر للأمور بشكل إيجابي. نحن خسرنا مباراتين، أما الباقي ففزنا بهم، لدينا 17 مباراة متبقية، الطريق طويل، وإذا فزنا في كل المباريات المقبلة سنكون أبطال الدوري. إذن كل ما علينا هو أن نستمر في العمل ونحاول أن نتحسن ونعد الفريق لأي سيناريو، هذا ما نريده وهذا ما علينا أن نفعله الآن. هو في تصليح بس هنا، هم النتائج مش جيدة، مش رأيي، مش أنا اللي بقول، جمهور نادي الزمالك دايما متعود أن الزمالك يبقى في المقدمة، خسارة مباراة أو تعادل أكتر مباراة في الدوري بالنسبة له يعني بيبقى شيء مش مقبول. هذا شيء طبيعي، الزمالك فريق كبير ونحن لا نستحق أن نكون في المرتبة التي نحن موجودين فيها الآن، ولكن علينا أن نتحلى بالصبر، علينا أن نستمر في دفع الفريق وكما يدفع الفريق كما فعلوا في النهائي وفي مباريات الإفريقية، عليهم أن يتحلوا بالصبر. نحن في 4 أشهر فزنا بالكونفدرالية، ولكن هذا شيء مختلف، لعبنا الكونفدرالية بدون ماهر وبدون عبد الله السعيد، وكان لدينا إصابات من قبل ولدينا بعض الإصابات حاليا، لدينا لاعبين في المستوى الأقل. بالنسبة لي على الجماهير أن تتحلى بالصبر ودعموا الفريق، وربما خلال 2 أو 2 أسبوع سنكون في الأفضل. مين من وجهة نظرك في لعيبة الزمالك شايف أنه هو يقدر يلعب في ليفل كبير، يقدر يلعب في دوريات أوروبية، يقدر يكون في مكانة أكبر من كده؟ أرجو أن حضرتك تقول لي هذا. أنا هنا منذ أشهر قليلة، ولكن الحقيقة لدينا لاعبين رائعين في الفريق. عبد الله السعيد 38 عاما هو الأفضل، ومستواه يؤهله للعب في أي مكان. لن أتحدث عن زيزو، لن أتحدث عن ناصر ماهر، لدينا لاعبين دوليين ولاعبين صغار ينمو ويتطوروا بشكل جيد جدا وبشكل سريع. حسام الظهير من الممكن، هو صغير السن، من وجهة نظرنا هو الحقيقة هو المرجعية في الدفاع، وهناك تحديات كبيرة أمامه بجواره، ولدينا فتوح، وأيضا هناك شيكابالا ذهب إلى أوروبا من قبل. هناك الكثير من الإمكانيات لدى اللاعبين، يؤدون كرة قدم جيدة ويفكرون في كرة القدم بالطريقة الصحيحة. كل ما علينا أن نتحلى بالصبر ونعطيهم الوقت. جهازنا هنا منذ 4 أشهر فقط،
الموسم المقبل سنكون أفضل بالتأكيد. علينا أن نحسن مستوى اللاعبين ثم نضعهم في موقف أفضل. من يعرف، من يدري، ربما يستطيع النادي أن، من الوارد جدا أن يكون هناك دور أكبر للاعبين كثيرين في الفريق مثل حسام وفتوح وزيزو وآخرين. يعني دماغه مترتبة بشكل كبير الحقيقة، وبيتكلم بثبات وهدوء جدا جدا. واضح أننا نستمتع مكملين مع الحديث بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا برضو مع أندريا على بعض اللاعبين. رأيك النهاردة في أداء منتخبنا؟ لو اتفرجت على الماتش، مباراة الفريق المصري لم أكن مركز بشكل كبير، فقط شاهدت الشوط الأول وربما آخر 10 دقائق. شاهدت المباراة أمام بوركينا فاسو. الفريق المصري كان ممتع في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني لم يكن على نفس القدر، ربما بسبب أنهم سجلوا مبكرا وظنوا أن المباراة ستكون سهلة جدا، ولكن نهاية المباراة كانت مختلفة تماما. اليوم لم أشاهد المباراة، شاهدت عندما استقبل الفريق المصري الهدف، ولكن كنت أتناقش مع بعض الناس الذين قالوا أن المستوى لم يكن عظيما اليوم، وبالتالي لم أجد الوقت الكافي لأشاهده بالتفصيل. رأيك في أداء زيزو في الشوط الأول النهاردة؟ بالنسبة لي كان رائعا، لأنه لم يكن يلعب في مركزه، كان يلعب في مركز غير مركزه تماما، يلعب في مركز ظهير أيمن أو ظهير جناح، ومعنى ذلك أنه يجري أكثر من العادي. نحن دائما في التدريبات نحاول أن نجعله مرتاحا لكي يهاجم بشكل طيب، وبالتالي هو يلعب في غير مركزه ولم يكن مرتاحا. ومع أداؤه اليوم على الأقل أداؤه معنى مختلف عن اليوم، وفي أنه يلعب في ملعب في مركز غير مركزه شيء رائع، فأننا نحبه كثيرا، ولكن هو كلاعب واحد من أفضل 3 لاعبين في مركزه في إفريقيا، ربما أقول واحد من أفضل إذا لم يكن الأفضل أفضل ظهيرين أيسرين في مصر. الطريقة التي يرى بها المباراة والطريقة التي يدير بها طريقة لعبه والطريقة التي يمرر بها ويتصرف في الكرة في الملعب، نحن نحبه كثيرا، ليس فقط كشخص ولكن كلاعب أيضا. هو واحد من اللاعبين الذين نحبهم في فريقنا. نجحت إدارة الزمالك الحالية في تغيير فتوح في أدائه خارج الملعب، وده اللي ترجم الحقيقة على أدائه جوه الملعب. الحقيقة أنا لا أعرف الشيء الكثير عن مجلس الإدارة الجديد، لا أعرف الشيء عن القديم أيضا، وبالتالي من الصعب أن أجيب على هذا السؤال، لأن كان علي قبل أن أجيب علي أن أعرف الإدارة السابقة والإدارة الحالية، ولكن كل ما أعرفه، أنا بتكلم على الإدارة الحالية مش الإدارة السابقة. أنا بقول نجحت الإدارة الحالية إن هي تغير كتير من شخصية فتوح، وده اللي خلاه تطور بشكل كبير كمان جوه الملعب. ربما فعلا هذا صحيح. هل تقصد أنه غيروا من شخصيته كشخصية؟ أيوة. بالنسبة لي ولكي أكون عادلا، لا أعرف ما هي حياته خارج الملعب لأنني لست قريبا منه جدا بهذا القدر، ولكن كل ما أضمن قولي فيه هو أنه إنسان جيد. كل ما يظهره أمامنا في التدريبات وفي المباريات
لا يقول أي شيء عنه سوى أنه شخص جيد. أنا الحقيقة ليس لدي إلا كل الكلام الجيد عن فتوح. هو أنا بضم صوتك دلوقتي أنه هو فعلا تغير بشكل كبير جدا خارج الملعب وجوه الملعب، هو واحد من اللعيبة الكبار جدا في المكان ده. صحيح هذا ما قلت، إذا لم يكن هو الأفضل في مصر ربما يكون واحد من أفضل اثنين في مصر، ليس فقط في الزمالك ولكن في مصر بالكامل. وأنا لست متفاجئا أنه دائما موجود في المنتخب الوطني حتى سواء كان مصابا أو غير مصابا. شيكابالا يعتبر أسطورة من أساطير نادي الزمالك وأحب واحد لجمهور الزمالك، وبعض الناس دايما تفكر شيكابالا يعني كان ليه تصريح ان هو تعاقد سنتين مع الزمالك بس قال انا هلعب السنه اللي جايه دي وبعد كده اخد القرار واشوف. شايف ان من وجهه نظرك شيكابالا يقدر يكمل موسم تاني ولا الامور صعبه، ولا يقدر يكمل كاجزاء من مباراه مش 90 دقيقه؟ الشيء الوحيد الذي استطيع ان اقوله عن شيكا هو مؤسسة داخل النادي، القرار يعتمد على عليه هو قراره الشخصي. ماذا سيكون هدفه إذا أراد أن يلعب للتسعين دقيقة، لنصف الموسم، للثلاثين دقيقة، لآخر الموسم؟ كل هذا يعتمد على شيكابالا. إذا كان يريد أن يلعب طوال الموسم عليه أن يدير حالته البدنية وجسده، هو الذي يستطيع أن يدرب نفسه ويطوع جسده لما يريده خاصة في فترة الإعداد. الآن شيكابالا مصاب إصابة صعبة وهو يتعافى بشكل طيب جدا. شيكابالا لديه الكثير من الذي يقدمه في كرة القدم، ولديه الكثير الذي يعرضه للاعبين ويساعد مجموعة هذا الفريق بوصفه كابتن الفريق. نحن سعداء جدا بوجود شيكابالا في هذا الفريق. كل الناس وكل محب الكرة السعداء بوجود شيكابالا، لأنه الحقيقة شيكابالا أسطورة مهارية وأسطورة كبيرة من أساطير نادي الزمالك. بعض الناس بيقولوا أن الدوري يعني منافسة السنة دي الأهلي مع بيراميدز، هل من وجهة نظرك الزمالك ما زال في الجيم؟ هل أنتوا من وجهة نظركم أن أنتوا بتلعبوا على الدوري وفي فرصة كبيرة للزمالك ياخد الدوري؟ That is the opinion of هذا رأي كل شخص على حدة، ولكل شخص له رأيه. في يوم 22 من أغسطس سنعرف إذا كانوا على صواب. أنا عايز أعرف رأيك أنت. نحن رأيي أننا لازلنا في الميدان 17 مباراة، إذا فزنا بهم سنكون أبطال. أنا لا أريد أن أقول أننا سنفعل ذلك وسنقوم بهذا، أريد أن أقول أننا سنلعب كل مباراة على حدة، ومباراتنا المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا. مباراة التي تتلو سيراميكا كليوباترا ستكون أمام النادي المصري، ثم مباراة فاركو. إذا نلعب مباراة كل مباراة على حدة. في نهاية الموسم سنرى إذا كان هؤلاء الناس الذين يقولون أن المنافسة منحصرة بين البيراميدز والأهلي أم نحن الذين على صواب. أنا أؤمن بفريقي، أؤمن باللاعبين، وأنا أعرف أننا لدينا كل المقومات التي تجعلنا نفوز أو نتفوق على أي فريق في هذا الدوري، وسنواجه أي أحد. بس في حد تاني لازم تؤمن به هو اللي بيقدر يصنع الفارق في المشوار ده. عرفت مين؟ أنا أؤمن بنفسي. لا، حد مهم أهم من كل اللي أنت قلته. تقصد في الفريق؟ لا، جمهور نادي الزمالك.
بالطبع أنا لم أتحدث عنهم لأنهم موجودين بالفعل، لأن كل ما يظهروه لنا وما أظهروه لنا في النهائي كان شيئا مدهشا. هم موجودين دائما، نذهب إلى بركان كانوا موجودين معنا، كنا في غانا كانوا معنا، كنا في الجزائر ما نواجه فريق أبو سليم الليبي كانوا موجودين معنا. بس عملوا لقطة أعظم من دول. بعد هزيمة الزمالك من سموحة وتحية جمهور الزمالك للفريق واللاعبين، لحسهم على التركيز في المباراة النهائية، ودي حالة كانت نادرة. صحيح، هذا جيد جدا، كنا سعداء أننا فزنا باللقب من أجلهم. لكي يكون عادلا في كلامي، نحن فزنا باللقب من أجلهم لكي نجعلهم سعداء وفخورين بنا. نرجع نكمل حديثنا تاني عن الدوري بقى المصري واللقاءات القادمة لنادي الزمالك مع أندريه، ولكن بعد الفاصل. نرجع تاني بقى مع أندريه بيكيه ونتكلم معاه على مشواره. لعبت مع عمرو زكي في موسكو، ولعبت هنا في 2006 مع منتخب الكاميرون. صحيح. هذا صحيح. عمرو زكي كان زميلي في الفريق لمدة شهرين أو ثلاثة عندما كنت ألعب في نادي لوكوموتيف موسكو. وبعد أن غادر بثلاثة أشهر لم أعرف ماذا حدث. أنا عايز أعرف الأول إيه اللقطة اللي أنت عملتها دي؟ في حد في الدنيا بيشيل حكم كده؟ هذا أنا الذي أرفع الحكم. كنت في ميدلسبرا وفزنا بهذه المباراة 1-0. لأنها كانت مباراة بعد عدة هزائم أو بدون فوز، 5 أو 6 مباريات. كنت سعيدا للغاية عندما صفر الحكم بنهاية المباراة. كل رأيته أمامي فرفعته لأنه كان صديقي. عندما رفعته إلى أعلى كنت أعرف أنه لن يحدث شيء، هي فقط لحظة فكاهة. طب دي لحظة فكاهة، دي لحظة إيه بقى؟ That's this French woman. أنا دائما أتحدث مع زملائي وأقول ويقولون لي لماذا كنت غضبانا؟ لأنه كان تحديا. وهناك قصة. أتذكر في هذه المباراة أن المدير الفني لليفربول في الوقت ده كان رافائيل بينيتيز، المدير الفني الإسباني. وما حدث، أنا كنت أواجه فرناندو توريس وهو المهاجم، وكان جيرارد وتشابي ألونسو في خط الوسط ولوكاس ييفا. رافائيل بينيتيز قال لفرناندو توريس عندما يمتلك جيرار أو ألونسو الكرة كان يجري إلى المكان الفارغ، ولم يكن يعرف أنني أتحدث الإسبانية. أي تعليمات كان يقولها بالإسبانية كنت أسمعها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، دائما أقطع الكرة. ثم غير الاستراتيجية وقال فرناندو الآن عندما تكون الكرة مع تشابي ألونسو العب الكرة واترك الكرة واترك المساحة لجيرارد. ولذلك ضحكت وكنت أعرف أن جيرارد لن يسبقني أبدا، وبالتالي أنا قلت له ماذا تفعل؟ أنت تغش. ثم كان يقول كلمات سيئة، ولذلك كنت أتجادل معه بهذا الشكل. ولكن الشيء اللطيف أنه بعد المباراة قلت له رافائيل بينيتيز، أنت مع إسباني؟ أيوه.
speak with you الى رافائيل بريس قلت له انا اتحدث الاسبانيه وقال لي انت هكذا تعرف ماذا كنت اقول ثم سالني من اين انت واين تعلمت الاسبانيه قلت له اني اعيش في اسبانيا وكان هذا الشيء لطيف شايف ازاي الماتش السوبر الافريقي بين الزمالك والاهلي وهي المباراه الاهم لجمهور الاهلي والزمالك هو شيء جيد لكلا الفريقين ولمصر وللقارة الإفريقية وأتمنى أن نفوز بها مباراة صعبة ولا مباراة 50-50 من وجهة نظرك كل المباريات صعبة لا يوجد شيء سهل سنستعد بشكل طيب لكي نواجه المنافس ونفوز بالكأس ولكن أمامنا وقت طويل الوقت بعيد جدا عن الآن نريد أن نعرف فقط ما الذي سيحدث في نهاية الأسبوع أمامنا مباراة مع سيراميكا كليوباترا نحن نركز في هذه المباراة شرفتني ونورتني وسعدت بلقائك جدا وسعدت بحوارك وأتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا سعدت جدا بوجودي مع حضرتك شرف ليا وبشكره طبعا شكرا جزيلا سعدت جدا بلقائي مع أندريا بيكي مدرب عام نادي الزمالك اتمنى له كل التوفيق وكل التوفيق ايضا لنادي الزمالك وادارته وكل التوفيق للزمالك في القادم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير